بتاعت عيشها ببساطة. معانا شخصية جميلة ومميزة جدا زي سي حضرتك، دكتور، ازاي حضرتك؟ ربنا يخليكي. وطبعا احنا بنتكلم ببساطة برضو، بس ببساطة. لازم يبقى الكلام الأول ترحيب بالشخصية الجميلة اشكرك، ميرسي. اللي احنا فعلا متفاجئين بوجودك، والابتسامة بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها ميرسي يا عايزينها دكتور، تظهر إن شاء ان الله. شاء الله بإذن الله ببساطة برضه. ببساطة طبعا. تمام. طيب انا عايز بقى اقول بقى التايتل، لان كبير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه ومدرس العلوم الانسانيه، وكلكم اكيد عارفينها، بس انا لازم برضو اقول التايتل. ميرسي يا دكتور. بس الاهم بقى الدكتوره هتوصل لكم ايه من قلبها، وعايزه تقول لكم ايه في البرنامج بتاعنا ببساطه برضو. ببساطة كده احنا هنتكلم عن الضغوط، كلنا مضغوطين، ندير الضغوط دي ازاي، ازاي انا ببقى مجهدة اجتماعيا ومجهدة نفسيا ومجهدة فكريا، وفي الاخر ببقى مش قادرة اتواصل مع المجتمع حواليا، اتغلب على ده ازاي، ابقى لما احس ان انا مش انا اعمل ايه، لما الناس تقول لي فيك حاجة، انت متغير، انت مختلف، كل دي معطيات بتقول ان انا مش قادرة اتفاعل بالنشاط اليومي اللي انا بعمله والحاجات اللي كنت بعملها. لا، طالما مش قادرة اعملها يبقى مؤكد في حاجة غلط. طيب بس انا مش، انا دي مش بتاعت محمود عبد العزيز والفيلم بتاع فاكر كان اسمه ايه يعني؟ انا مش انا، كان في غنوة كده وغنوة حلوة على هو فكرة. محمود عبد العزيز كان في حاجة انا مش انا يا دكتور بتاعت تورلوك. ايوه، وفي اغنيه تانية برضو اللي بتقول انا مش انا. ايوه، انا مش عارفني، انا تهت مني. انا تهت مني بالظبط. احنا بنتكلم على مش عارفني او تهت مني فعلا نفسيا، يعني على المستوى النفسي انا مش لاقياني، مش حاسه بذاتي ومش حاسه بوجودي، مش قادره اعمل علاقات اجتماعيه ناجحه. دي مهمه قوي، يعني دي علامه ان انا عندي بدايه مشكله، عندي بدايه مشكله، ولازم اعرف المشكله دي ايه وابدا بقى اشخص واشتغل على كده. انا اول مره برضو اسمع حته الاجهاد النفسي، عجباني قوي، لان فعلا كتير مننا بيبقى ملوش نفس الحاجة، متضايق، مش عايز اتعامل مع فلان، ده اجهاد نفسي. الاجهاد النفسي دخل منه الاحباط. تمام. انا لما باحبط لا قادر، لا في الموت، لا قادر اعمل حاجه، لا قادر اشتغل، لا قادر، مش قادر احب، مش قادر اقوم بواجباتي ناحيه ولادي واصدقائي، شغلي، مش عايش حياتي صح. امال بقى اللي بيخبط ويزعق ويضرب لا ده بيبقى عدى بقى، ده بيبقى بص بقى كافي ميكس كده ما بين الاجهاد النفسي والاجهاد الفكري، هوب اجهاد اجتماعي، اروح ادخل ما اصبحش على حضرتك، اكسر الديكور، ابتدي اغلس على فلان، اوقع، اذي فلان، ما اشوفش شغلي صح، بدون اي سبب اذي الناس، كل دي معطيات للضغوط بجميع مراحلها. يعني ضغوط وقعدت الاجهاد نفسي، وبعدين بقى حتة السلوك بتاعي بيتغير. السلوك بتاعي بيتغير، يا جماعة أنا اتضغطت بعديها على طول أنا بتحرق. أنا مش موجودة، أنا بتحرق نفسياً، بتحرق اجتماعياً، بتحرق وظيفياً، يبقى أنا لازم أحط إيدي على كل المعطيات دي وأبدأ أشتغل عليها. كلنا مضغوطين، وأعتقد كلنا محتاجين الحلول دي. طبعاً طبعاً، وأنا وحاجة بتتكلمي كده عمال أفكر في حاجات كتيرة في حوالينا، في زمايلنا، مش هقول الاسماء ومش هقول هم مين اللي عاملين لي احتراق نفسي ومضايقني، بس 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 انا اعتقد مش هم بس حب عليهم وحب عليا، اكيد في بيبقى طرفين. يعني المعلومه دي برضو، يعني دي مهمه لما يبقى حد محترق نفسيا. تمام، مهمه قوي الطرف الثاني يحتويه. حتى لو ما تعرفوش، لكن انا ببقى شايفه حتى احنا مش طايقين بعض، حتى واحنا في الشارع حد خبط حد، ليه بس كده يا جماعه؟ مش نهايه العالم. احنا بقى بنوجه بقى انا وحياتك بقى رساله باسم برنامجنا ببساطه كده. أيوة. نتغلب على الضغوط ببساطه، والاجهاد النفسي ببساطه، والاجتماعي ببساطه، ونعامل بعض ببساطه، ونعامل بعض ببساطه. هي كلمه صغيره، كلمه حب صغيره بمنتهى البساطه تحل المشكله. كلمه حب حب، هي دي خطيرة، كتير جدا خطيرة فعلا. طيب انتظروا بقى الحلقات المميزة اللي فيها ح وبه، وفيها تعامل ازاي مع الإجهاد، وفيها حاجات كتير قوي ببساطة من الدكتورة المبتسمة الجميلة. ميرسي يا دكتور. اللي بتشاع إيجابية، هتسمعوها وهتحسوا بضحكتها في الحلقات، وتابعونا واعملوا شير للفيديو دوت وللحلقات إن شاء الله. إن شاء الله.